شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الاجتماع التشاوري الذي عقد في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية. وضم الاجتماع معالي أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، ومعالي الشيخ صباح خالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، ومعالي سامح شكري وزير خارجية مصر، ومعالي عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية. وتبادل الوزراء خلال الاجتماع وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية وسبل التعامل معها بما ينهي أزمات المنطقة ويلبي الهدف المشترك في تحقيق الأمن والاستقرار خدمة للمصالح العربية. وقال سفيان القضاء الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية في ختام أعمال الاجتماع اليوم إن اللقاء كان إيجابيا وبناء، وأتاح حوارا موسعا بأجندة مفتوحة حول التطورات في المنطقة وسبل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق خدمة للقضايا والمصالح العربية.